نجي نتسائل شنو هو اللي خلى ست الشيمي اوبيري، شنو اللي خلى العلاقه بيناتنا الجروب نتاع اللي كنا في تونسين، شنو اللي خلاه يمشي. كان عندنا برشا حوايج مشتركه رغم الاختلاف الكبير بيناتنا، فما حتى واحد منا شبه الاخر، لكن كنا نؤمنوا بالحريه، نؤمنوا بالديمقراطيه، نؤمنوا لا توليرانس بالتسامح، نقبلوا الراي الاخر. وخاصه ما كانش عندنا اهداف معينه غير ما نحطوا، نرجع لكلمه نحطوا الاليات هذه اللي كانت عندنا على ديسبوزيسيون للناس الاخرين، للمواطنين، باش ينجموا يعرفوا كيفاش يستعملوهم ويستعملوهم كيما يحبوا. ما نقولوش كيما يلزم، خاطر كل واحد عنده طريقه نتاعو نتاع الاستعمال. بعد تونسيين، بعد الحكايه هذه الكل، اسكو سؤال تقال لي برشا مرات، اسكو ديسيبتيكوس قد ديسيبتيكوس ولا؟